فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي قطعة أرض كنت وكلت شخصا بشرائها وهي الآن في ملكي، والوكالة ما زالت لدى ذاك الشخص وهو يريد شراءها، فهل يجوز أن يقوم ببيعها وشرائها لنفسه عن طريق هذه الوكالة؟ وكلت إيش؟ وكلت شخصا، لدي قطعة أرض وكنت وكلت شخصا بشرائها وهي الآن في ملكي. كيف لديك قطعة أرض وكلت شخصا بشرائها؟ هي لك، تقول أنه لك، عندك لديك قطعة أرض، وش معنى لديك؟ يعني تملكها، وكلت شخصا بشرائها، اشريها وهي لك، اشريها لك، كيف هذا؟ نعم، أو وكلته يشريها لنفسه، توكله يشريها لنفسه؟ السؤال ما هو واضح يا أخوان، إذا كتبتم سؤال وضحوه، حرروه. نعم.